السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبتي، أقدم لكم اليوم طريقة عمل مربى الأجاص بدون إضافة الليمون الحامض. المكونات سهلة جدا، عبارة عن الفاكهة والسكر والماء بالإضافة إلى الهال فقط. طريقة سهلة جدا، نبدأ بالمكونات. نجهز 6 أكواب من الأجاص، نقوم بغسلها جيدا ونضعها في قدر على النار. يجب أن يكون الأجاص طري جدا وناضج. بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار 3 أكواب من السكر، كل كوبين من الأجاص يقابله كوب من السكر. ثم نقوم بإضافة 3 أكواب من الماء ونترك المزيج على نار هادئة بدون أن نحركه. لا نغطي القدر ونتركه كما هو بدون تحريك. ثم نقوم بإضافة الهال وننتظر المزيج حتى يغلي. تلاحظون ظهور بعض الفقاعات البيضاء بسبب حبات الأجاص التي تحتوي على شقوق. نتركها حتى تغلي جيدا. بعد أن تغلي نقوم بتقليبها بين فترة وأخرى حتى نتأكد من نضجها. نرفع درجة الحرارة ونتركها تغلي جيدا حتى يتغير لونها وتصبح أكثر سماكة. هذا دليل على أنها نضجت. نتركها تبرد قليلا والآن أصبحت جاهزة. لم نضع لها أي قطرة من الليمون. لاحظوا قوامها كيف يكون، سميكة جدا. لم أقم بإزالة الفقاعات البيضاء التي ظهرت على السطح لأنها من الفاكهة نفسها وهي ليست مضرة. يمكنكم حفظها في علب بلاستيك أو علب زجاجية. وفي الختام، إذا لم تكن مشترك في القناة الرجاء الاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر لايك ليصلك كل ما هو جديد. شكرا لكم أحبتي على حسن المتابعة.